أجمعين. اليوم نتحدث إن شاء الله في آخر ثلاث آيات من سورة مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رجزا؟ هذا نهاية إيش؟ سورة مريم. أولا ملاحظات شوي في السورة. ورد لفظة رحمن، الرحمن اسم لله سبحانه وتعالى وصفة، 57 مرة في القرآن كله، في سورة مريم 16، تصوروا 16 من 57 يعني النسبة تقريبا 28%. ما لوش علاقة البسملة الآن. إذن 57 في القرآن كله، في سورة الرحمن، في سورة مريم 16، إذن بنسبة 28%. مع العلم أنه عدد كلمات سورة مريم بالنسبة لكلمات المصحف بنسبة 1.25%، 1.25% عدد الكلمات. لو بدنا ننسب عدد كلمات سورة مريم إلى عدد كلمات القرآن كله، 1.25%. ولكن الرحمن واردة كم؟ 28%. ثم هي تستهل بقول الله سبحانه وتعالى كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، يعني بدأها بالكلام عن الرحمة. وسبق قلنا بأنه رحيم اللي هي عوازن فعيل، رحيم اللي عوازن فعيل، هذه تدل على الثبات والثبوت، الثبات. في حين فعلان، رحمن يعني على وزن فعلان يدل على امتلاء، كيف لما تقول غضبان يمتلئ غضب، رحمن ممتلئ رحمة. إذن هناك رحيم ثبات هذه الصفة، رحمن امتلاء. وعلى فكرة هو ورد يعني رحمن كصفة لله سبحانه وتعالى في القرآن 57 مرة كما قلنا. اضرب في 2 اللي هو 57 في 2 114، وردت كلمة رحيم كصفة لله. أما في واحدة اللي هي 115 صفة للرسول، بالمؤمنين رؤوف رحيم، رحيم. طيب، وهذا سبق أنه تحدثنا فيه لما تحدثنا في فواتح سورة الرحمن. إذن يبدو أنه هذه السورة سورة الرحمة. ولاحظوا الآيات اللي قلناها، آخر ثلاث آيات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الرحمن سيجعل لهم، هاي اللي هي 16 رقمها آخر واحدة، يعني سيجعل لهم الرحمن ودا. طيب ليش هو زكريا عليه السلام في بداية السورة إيش كان الشيء اللي هو مهتم فيه؟ إيش الشيء اللي كان شيء شاغله؟ انتبهوا شو اللي كان شاغله. إذ نادى ربه، إذن ذكر رحمة ربه، إذن الكلام هون له علاقة بالرحمة والسورة كلها، تمام؟ الرحمة. شو كان شاغل زكريا عليه السلام؟ إذ نادى ربه نداء خفية، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة
ولم أكن بدعائك ربي شقيا. لحظي لحظي. وإني خفت الموالي من ورائي. هو اللي شاغله من يحمل الدعوة من بعده؟ مين اللي بده يحمل الدعوة؟ مين اللي بده؟ لأنه نظر حوله